كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بيكون في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بيكون في قلب الناس تأثير كبير. مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجيلك واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه. متعودناش في الخير مفاصل ولا بنساعد باللي فاضل ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في ايدنا يومين ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. ومن ضمن كعافر الخير ان السنه دي الحمد لله ربنا وفقنا في مؤسسه سقيا الماء ان احنا نطلع في رمضان شهر الخير ان احنا نكون ايدينا في ايد بعض عشان نقدر نوصل ل 30,000 اسره على مستوى محافظات مصر كلها نقدر نفرحهم. النهارده احنا في قافله جديده او في خير جديد في محافظه مطروح ب 1500 كرتونه ل 1500 اسره هنقدر نفرحهم النهارده. احنا واقفين دلوقتي قدام مبنى محافظه مطروح في انتظار سياده المحافظ خالد شعيب علشان ينزل معانا يتفقد الكراتين ويبص على الكراتين وبرده هنعرض لحضراتكم محتوى الكراتين ونشوف المحتوى اللي جواها والانواع اللي جوه الكرتونه نفسها عشان تكون مطمن حضرتك ان الكراتين بالفعل راحت لمستحقينها ودخلنا السرور في قلب المسلمين. وبعد كده وبعد ما المحافظ ان شاء الله او سياده المحافظ باذن الله يشوف الكراتين او يشوف العربيه، العربيه تقدر تتحرك علشان توصل الخير اللي حضراتكم بعد ربنا كنتوا السبب فيه. دمتم فاعلين الخير دايما معانا. النهارده قدمت راجع بكره ليه؟ تقدر تشارك خيرك لما عليك تحس بغيرك قبل ما تسالك عيونه يلاقي جواب. طبعا فعلا بنشكر حضرتك طبعا لدعمك كده مستمر لينا ويا رب ان شاء الله يبقى في انجازات دايما مع حضرتكم. لا والله يعني سقيا الماء بصراحه معانا على طول ودايما دعم لمحافظه مطروح وبنشكركم. يعني طبعا دي يمكن مواد غذائيه يمكن عشان رمضان كل سنه طيبين، انما انتوا برضه عمكم موجود قبل كده سواء في ابار الحمام في ابار انا وصلت اعتقد ابار كبير دلوقتي الميه وابراج الحمام بسم الله عارف فيه كويس برضه وصل للناس. فكل دي حاجات دخل الاسر الاكثر احتياجا فدي حاجه كويسه جدا. ومش هقول بقى يعني مزيد ان احنا مكملين كويس طبيعي يعني مكملين ولسه عندنا ان شاء الله خير كتير وبرضه يعني بدعم حضرتك لينا ان شاء الله مستمرين في المحافظه ان شاء الله. ما لكم تحيات اهالي مطروح كلهم يعني شاكين جدا. شكرا لحضرتك يا فندم. الله يفيدك. تحياتي. شكرا جزيلا. شكرا شاكين. ما انتش مستني يبدا غيرك مش مستني فرصه تجيلك بتسبق دايما بخير من غير حساب. رغم المسافه الكبيره اللي ما بين القاهره ومطروح دايما بنيجي على المطروح هنا علشان نوصل لاهالينا في كل قريه وفي كل نجع علشان نقدر نفرحهم. علشان كده النهارده في ظل الصيام وفي ظل رمضان شهر الخير النهارده حطينا ايدينا في ايد حضراتكم علشان نقدر نوصل 1500 كرتونه ل 1500 اسره. خليكم دايما معانا علشان نوصل لكل اهالينا في كل قريه وفي كل نجع ومع بعض الخير دايما هيكون في امان. مؤسسه سقيا الماء نعمل من اجل الانسان. مساء الخير على حضراتكم. يمكن على مدار 20 حلقه شفنا معاكم لحظات فرح كنا بنحاول ان احنا نوجدها بشكل او باخر ده بمجهود حضراتكم معانا، بس على مدار 10 حلقات اللي هنعيشهم معاكم من النهارده هنتعلم ازاي نعمل لحظه فرح، لحظات الفرح اللي احنا ممكن ننفذها بشكل مختلف كل يوم
طول ما احنا مركزين ان احنا نكون سبب للاخرين. خلينا نسمع من الشيخ حلوان ضيفنا الكريم ازاي نقدر نصنع لحظه فرح. مساء الورد يا شيخ. حبيبي يا استاذ. عامل ايه؟ الله يبارك فيك. النهارده هنتعلم منك اول خطوه ان احنا نقدر نعمل لحظه فرح، وهي ان احنا نساعد الاخر في ايجاد قوت يومه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نبص لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا في رمضان، وحثنا النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نهتم أوي بإفطار الصائم وبإطعام الطعام، حاجة عبادة رائعة. حتى كان بعض السلف له عادة اسمه محمد بن أبي سلمة، كان متعود إن هو في رمضان بيقول لك ما يفطر لا يقل عن 500 واحد، ما شاء الله. هو لوحده بس. ولذلك احنا يعني دايما يعني واحد يقول للناس في دعوته في على المنبر وفي المسجد، يا جماعه لو انت تبقى منك اكل ما ترميهوش. انت ممكن تجيب طبق فبر او طبق فويل وتحط فيه بقيه الاكل ينتفع به حارس عماره تحت، ينتفع به عامل نظافه. وده في ميزان حسناتك. ولو خد لقمه واحده بس، ده في ميزان لقمه واحده. فما بال حضرتك بقى انك هتدي له وجبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اطعم اخاه لقمه حلوه لم يذق مرارة يوم القيامة. هقول تاني، من أطعم أخاه لقمة حلوة، وما فيش أحلى من إن الواحد يبقى جعان على مدار 15 ساعة طول النهار صايم، ولما يروح هيفطر هياكل حاجة، دي أحسن لقمة اللي هي الحاجة اللي هي هتشبعه، الحاجة اللي هي هترويه. من أطعم أخاه لقمة حلوة لم يذق مرارة يوم القيامة. ولذلك هنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى جعل للجنة ثمانية أبواب، ولما قال إن باب الصلاة اسمه باب الصلاة، صلاة اسمه باب صلاة، جهاد اسمه باب الجهاد، الصيام اسمه مش اسمه باب الصيام، اسمه باب الريان. الريان ما سموهوش باب الصيام، هو سمى الصلاة باب الصلاة، الجهاد باب الجهاد. لما جاء عند الصيام ما سماهوش باب الصيام، سماه باب الريان. ليه؟ لك لأنك أنت في الدنيا جعت وعطشت علشاني، فأنا هرويك يوم القيامة. الله ونعم بالله. فسماه باب الإيه؟ باب الريان، عشان يبقى الجزاء من جنس العمل. يعني فضل إطعام الطعام فضل كبير. طبعاً. ليه باب من أبواب جدا الجنة. جدا. ما فيش بعد كده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين الصيام وبين إطعام الطعام في حديث رائع قوي، وقال يا جماعة اللي يعمل ده وهو صائم ويفطر صائمين، أو يطعم طعام، أو يشارك في كراتين رمضان زي ما عملت مؤسسة سقيا الماء. وعايز ألفت نظر المشاهد لحاجة مهمة قوي، في حاجات كده يا أستاذ سامي مش بحب أعديها، بحب أعمل عليها سبوت وأركز فيها قوي، وكتير من الناس ما ياخدش باله منها. عملنا السنة دي نقرب من 35,000 كرتونة بفضل الله، بالتعاون مع مؤسسة ابن المسجد بفضل الله، وأجابت أكثر من 15 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. إيه التكة اللي أنا عايز أقولها؟ 35,000 كرتونة في ثمن الكرتونة 200 جنيه، ده يديك كام؟ 7 مليون جنيه. 7 مليون جنيه، خلي بال حضرتك الكراتين اتعملت، وقلنا إحنا عملنا كراتين، ما قلناش إحنا عاوزين نعمل كراتين عشان عايزين فلوس، لا إحنا عملنا. معنى في فرق؟ طبعا في فرق، انك عملت وانجزت ووريتنا انك عملت، انما ما قلتش انا عاوز اعمل ده، في فرق. طبعا اللي هو ده، في فرق ما بين الانجاز وفي فرق ما بين انك محتاج. انت انجزت 35,000 كرتونه كلفت المؤسسه 7 مليون جنيه، تم توزيعها على 35,000 اسره. وما شاء الله ثواب الكراتين دي بقى ثواب عظيم. انت مش بتتكلم على افطار صائم في يوم واحد، بتتكلم على مدار شهر، والكرتونه فيها كل ما يحتاجه. الكرتونه فيها مكرونه من 13 سم، كيسين سكر، 4 اكياس مكرونه، لوبيا، فاصوليا، عدس، ولما بتروح الصعيد بتحط عليها كيلو لحمه، ولحمه ايه طازه، احنا بنذبح العجول وهي واقفه كده نذبحها، وكل كرتونه عليها كيلو لحمه. الكرتونه لا تقل استعمالها عن اسبوع، سبعة أيام متوسط عدد افراد الاسره هنقول خمسه في 7 أيام 35 واحد هينتفعوا بالكرتونه على مدار اسبوع. يعني اللي دفع في كرتونه 200 جنيه هياخد ثواب 35 واحد بياكله. ما شاء الله. انا بشكرك يا شيخ حلوان، وربنا يا رب يجعلنا من رواد هذا الباب ومن اصحاب هذا الباب، باب الريان يا رب. وده باب خير الناس اللي موجوده دلوقتي تساهم فيه عشان تاخد الثواب ده، وكل المؤسسه يعني احنا عايزين نشارك بكراتين. لسه الباب مفتوح؟ لسه الباب مفتوح ان شاء الله. اذا مشاهدين باللي احنا سمعناه من الشيخ حلوان وثواب اطعام الطعام والحقيقه والمساعده في افطار صائم، ده ثواب عظيم جدا. ربنا يا رب يجعله من نصيبنا، ربنا يتقبل صيامكم، وفعلا باقل التكاليف ويمكن بباقي الاكل في البيت كمان انت ممكن تعمل خير وخير كبير جدا. شفنا معكم النهارده انجازات مؤسسه سقيا الماء، وكان لنا حديث ممتع مع الشيخ حلوان. نشوفكم بكره باذن الله ولحظه فرح جديده. مع السلامه.